اهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث الاعدادي. النهارده ان شاء الله هناخد اول درس في الجغرافيا، النشاط الزراعي وموارده في العالم. اتجه الانسان لاشباع اولاد حاجاته الضرورية من اجل استمرار حياته، من طعام من شراب. في الماضي مارس الإنسان العديد من الأنشطة الاقتصادية البدائية مثل الصيد والرعي وتربية الحيوانات، وبسبب قسوة البيئة وقلة عدد السكان وعدم توافر الإمكانيات العلمية هيمارس هذه الأنشطة. مع مرور الزمن وازدياد عدد السكان وتنوعت الأنشطة الاقتصادية وتطورت حتى وصلت إلى النشاط الصناعي المتطور الذي يتركز في معظم دول العالم المتقدمة. يبقى الإنسان مارس في الأول يا أولاد مارس الأنشطة الاقتصادية البدائية اللي هي الصيد والرعي وتربية الحيوانات بسبب يا أولاد قلة عدد البشر في ذلك الوقت وقسوة البيئة وعدم توافر الإمكانيات العلمية، لكن مع مرور الوقت هيزداد عدد السكان وتتنوع الأنشطة وتتطور حتى تصل إلى النشاط الاقتصادي النشاط الصناعي المتطور والذي يتركز في معظم دول العالم وتطورت حتى وصلت إلى النشاط الصناعي المتطور الذي يتركز في معظم دول العالم المتقدمة وتربية الحيوانات. وبسبب قسوة البيئة وقلة عدد السكان وعدم توافر الإمكانيات العلمية هيمارس هذه الأنشطة. مع مرور الزمن وازدياد عدد السكان وتنوعت الأنشطة الاقتصادية وتطورت حتى وصلت إلى النشاط الصناعي المتطور الذي يتركز في معظم دول العالم المتقدمة. يبقى الإنسان مارس في الأول يا أولاد مارس الأنشطة الاقتصادية البدائية اللي هي الصيد والرعي وتربية الحيوانات بسبب يا أولاد قلة عدد البشر في ذلك الوقت وقسوة البيئة وعدم توافر الإمكانيات العلمية، لكن مع مرور الوقت هيزداد عدد السكان وتتنوع الأنشطة وتتطور حتى تصل إلى النشاط الاقتصادي النشاط الصناعي المتطور والذي يتركز في معظم دول العالم المتقدمة. عرف الإنسان الزراعة منذ حوالي 5000 سنة، وعرف مع الزراعة يا أولاد عرف معها الاستقرار فوق الأراضي الخصبة على ضفاف الأنهار. يبقى الإنسان عرف الزراعة منذ 5000 سنة وعرف معها الاستقرار فين؟ على ضفاف الأنهار. تعتبر الزراعة من الأنشطة الاقتصادية الهامة في العالم. السؤال ده مهم جدا يا شباب، بتعتبر الزراعة بما تفسر من الأنشطة الاقتصادية الهامة في العالم. ليه الزراعة من الأنشطة الاقتصادية الهامة في العالم؟ لأنها مصدر رئيسي لغذاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات، بتدينا الغذاء، بترتبط بالزراعة تربية الحيوانات، مصدر هام للمادة الخام اللازمة للصناعة مثل الألياف زي القطن والكتان والجوت، ولا تدخل في صناعة المنسوجات، وقصب السكر والبنجر الذي يدخل في صناعة السكر والمطاط الذي يدخل في صناعة إطارات السيارات. يبقى إيه أهمية للزراعة من الأنشطة الاقتصادية الهامة في العالم، أو إيه أهمية النشاط الزراعي؟ إن هو مصدر رئيسي لغذاء الإنسان، بترتبط بالزراعة تربية الحيوانات، مصدر هام للمادة الخام الزراعية اللازمة للصناعة. معايا قلنا زي إيه؟ مثل الألياف زي القطن والكتان وقصب السكر والبنجر الذي يدخل في صناعة السكر والمطاط الذي يدخل في صناعة إطارات السيارات. أنواع الزراعة يا شباب، تنقسم الزراعة عندنا إلى الزراعة البدائية البسيطة والزراعة المتقدمة. يبقى أنواع الزراعة، زراعة بدائية بتسمى البسيطة والزراعة المتقدمة. بس الزراعة المتقدمة يا شباب نوعين، بتنقسم إلى نوعين، الزراعة الكثيفة والزراعة التجارية العلمية. تاني يا شباب، يبقى أنواع الزراعة عندنا الزراعة نوعين، الزراعة البسيطة البدائية تمام تسمى البسيطة أو البدائية. تاني نوع من الزراعة اسمه الزراعة المتقدمة، وهي نوعين، الزراعة المتقدمة نوعين، الزراعة الكثيفة والزراعة التجارية العلمية. أول حاجة هنتكلم عن الزراعة البسيطة البدائية، أماكن انتشارها بتنتشر فين؟ الزراعة البدائية أو البسيطة بتنتشر في المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية وحشائش السافانا الحارة. يبقى أماكن انتشارها بتنتشر فين؟ في المناطق الحارة. فين بالظبط؟ على هوامش الغابات الاستوائية ومناطق حشائش السافانا.
طب ايه خصائصها؟ بيعمل بها عدد قليل من السكان، بيستخدموا ادوات بدائيه بسيطه، احنا قلنا ولاد اسمها زراعه بسيطه وبدائيه، بيستخدموا فيها ادوات بدائيه بسيطه، ديك المساحه المزرعه وتباعدها عن بعض، بتمارس هذه الزراعه يا اولاد لتوفير الاحتياجات الغذائيه للسكان دون وجود فائض للتصدير. يبقى خصائصها تاني، بيعمل بها عدد قليل من السكان، بيستخدموا ادوات بدائيه بسيطه، ضيق المساحات المنزرعه وتباعدها، بيتم الهدف منها توفير الاحتياجات الغذائيه للسكان دون وجود فائض للتصدير. اهم المحاصيل اليام الكثافه الذره الموز، اليام الكثافه الذره الموز. قلنا على تاني نوع عندنا الزراعه المتقدمه، والزراعه المتقدمه بتشمل نوعين، الزراعه الكثيفه والزراعه التجاريه العلميه. يبقى عندنا الزراعه المتقدمه بتشمل نوعين يا اولاد، تنقسم الى الزراعه الكثيفه والزراعه التجاريه العلميه. هنتكلم على اول حاجه الزراعه الكثيفه. ما المقصود بالزراعه الكثيفه؟ هي زراعه الارض بشكل مكثف، يعني اكثر من مره في العام، يعني بيتم زراعه الارض اكثر من مره خلال العام لاشباع حاجات السكان من الغذاء للاستهلاك المحلي فقط يا اولاد برضه في المناطق كثيفه السكان. يبقى ما المقصود بالزراعه الكثيفه؟ هي زراعة الأرض بشكل مكثف، يعني إيه بشكل مكثف؟ يعني بنزرع الأرض أكتر من مرة خلال العام الواحد. طيب لإشباع حاجات إيه؟ السكان المحليين، يعني الاستهلاك المحلي فقط، مفيش فائض للتصدير، بتوجد في المناطق كثيفة السكان. أماكن انتشارها بتوجد في المناطق الحارة والمعتدلة. بتوجد فين؟ في المناطق الحارة والمعتدلة. تمام كده؟ طب إيه خصائصها؟ بتتطلب الزراعة الكثيفة يا شباب أيدي عاملة وفيرة. ليه؟ لأنها تتم من خلال عمليات عديدة مثل بذر البذور والري وتنقية الحشائش. ممكن يجينا سؤال في الجزئية ديت بما تفسر؟ تحتاج الزراعة الكثيفة لأيدي عاملة وفيرة. ليه؟ لأن الزراعة فيها بتتم من خلال عمليات عديدة مثل بذر البذور والري وتنقية الحشائش، وبيصعب فيها استخدام الآلات، الآلات والميكنة الزراعية. ليه؟ لضيق مساحة الحقول الزراعية. يعني بما تفسر يصعب استخدام الآلات والمكنة الزراعية في الزراعة الكثيفة نتيجة ضيق مساحة الحقول الزراعية. بيتم زراعة الأرض قلنا أكثر من مرة في العام الواحد وبأكثر من محصول. إيه أهم المحاصيل في الزراعة الكثيفة؟ القمح، الأرز، القطن. القمح، الأرز، القطن. هنتكلم على تاني نوع من الزراعة المتقدمة، الزراعة التجارية العلمية. ما المقصود بالزراعة التجارية العلمية؟ هي الزراعة الواسعة التي تهدف للإنتاج التجاري الضخم. هي الزراعة الواسعة التي تهدف للإنتاج التجاري الضخم. ما احنا قلنا اسمها زراعة تجارية يا ولاد، يبقى دي زراعة بتتم في مزارع واسعة بتهدف للإنتاج التجاري الضخم. أماكن انتشارها جنوب شرق آسيا، في مزارع المطاط والشاي، في أمريكا الشمالية، في الولايات المتحدة الأمريكية، في مناطق زراعة القمح والقطن، في أوروبا في مناطق زراعة القمح. يبقى أماكن انتشارها عرفنا فين يا ولاد؟ في جنوب شرق آسيا، حيث هي مزارع المطاط والشاي في جنوب شرق آسيا، في أمريكا الشمالية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق زراعة القمح والقطن، في أوروبا في مناطق زراعة القمح. خصائصها بتتم في مزارع واسعة في نطاقات محددة، بتتخصص في محصول معين. فيها التخصص يا ولاد، فيها تخصص في زراعة محصول معين بهدف إيه؟ الإنتاج التجاري الضخم. بتستخدم أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة، وهذا بيقلل من ايه؟ من التكاليف وعدد العمال. تاني يا شباب خصائصها، بتتم في مزارع واسعة في نطاقات محددة، يعني بتتخصص في محصول معين. هذه المنطقة اللي زرعت محصول معين بهدف الانتاج التجاري الضخم. بتستخدم احدث الالات الزراعية والطرق العلمية الحديثة، هذا بيقلل من ايه يا اولاد؟ من التكاليف وعدد العمال. ممكن يجينا سؤال، ما النتائج المترتبة على استخدام احدث الالات الزراعيه والطرق العلميه الحديثه في الزراعه التجاريه والعلميه؟ هنقول له الاجابه، هذا ادى لقله التكاليف وعدد العمال، قلل من التكاليف وعدد العمال. طب اهم المحاصيل، المطاط، القمح، القطن، الشاي. يبقى اهم المحاصيل يا اولاد القمح والقطن والمطاط والشاي. هنتكلم على بعض المحاصيل يا اولاد الغذائيه، الحبوب الغذائيه. هنتكلم على القمح والذره. اهميه القمح
هو الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. ليه؟ حيث بنصنع من القمح يا ولاد الخبز والمكرونة والحلويات. يبقى ايه أهمية القمح؟ بيعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم، حيث يصنع منه يا شباب الخبز والمكرونة والحلويات. دي أهمية القمح. طب أولى القارات في إنتاج القمح، قارة آسيا هي الأولى، وأهم الدول يا أولاد دولة الصين والهند. أولى القارات آسيا، أولى القارات آسيا، وأهم الدول الصين، وبعديها إيه؟ الهند يا أولاد. وقارة كمان في عندنا قارة أمريكا إيه؟ الشمالية، ومن أهم دولها الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى بالنسبة للقمح أهم القارات آسيا، وبعديها أمريكا الشمالية. بالنسبة لأهم الدول المنتجة للقمح الصين والهند، وبعد كده الولايات المتحدة الأمريكية. هنتكلم على الذرة. أهمية الذرة إيه يا أولاد؟ بتستخدم كعلف للحيوانات، كما تستخدم برضو كغذاء للإنسان في بعض المناطق. يبقى أهمية الذرة بتستخدم كعلف للحيوانات، وبتستخدم كغذاء للإنسان في بعض المناطق. أولى القارات قارة أمريكا الشمالية هي أولى القارات في إنتاج الذرة. يبقى قارة أمريكا الشمالية هي أولى القارات في إنتاج الذرة. وبيستخدم معظم الإنتاج كعلف للماشية، ويصدر جزء منه للخارج. يبقى بيستخدموا معظم الإنتاج كعلف للماشية، والباقي بيصدروه إيه؟ للخارج. هنتكلم عن المحاصيل السكرية، قصب السكر والبنجر. قصب السكر يا اولاد الاهميه هو المحصول الاول لانتاج السكر، هو المحصول الاساسي لانتاج السكر. قصب السكر ليه اهميته؟ طب ايه ظروف زراعته؟ بيزرع قصب السكر في المناطق الحاره، المداريه الحاره، بيحتاج لحراره مرتفعه ومياه وفيره. عشان كده قصب السكر بيتزرع في كل القارات، في معظم القارات ما عدا قاره واحده، قاره اوروبا. ليه طيب؟ عشان اوروبا يا اولاد بتقع في المنطقه المعتدله والبارده، وهو ان هو بيزرع في المناطق المداريه الحاره. تمام كده؟ يبقى قصب السكر بيزرع في كل في معظم القارات ما عدا اوروبا بسبب عدم توفر شروط زراعته، حيث تقع اوروبا فين؟ في المنطقه المعتدله والبارده. اهم الدول المنتجه للقصب البرازيل، اولى دول العالم، ثم الهند والصين. يبقى اولى دول العالم المنتجه للقصب البرازيل. اتكلم على بنجر السكر، هو اهميته هو المحصول الثاني لانتاج السكر، المحصول الثاني في انتاج السكر ده اهميته. طيب ظروف زراعته، بيحتاج درجة حرارة معتدلة. تتركز زراعته في دول أوروبا، خاصة في نواة فرنسا. طب ليه؟ بسبب ملائمة ظروف المناخ والتربة الزراعية. يبقى بسبب ملائمة ظروف المناخ والتربة الزراعية. كما يزرع كمان يا أولاد في أمريكا الشمالية، في الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن يجي لنا سؤال متفسر، تركز زراعة البنجر السكر في دول أوروبا أو في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، هنقوله بسبب ملائمة ظروف المناخ والتربة الزراعية. فاهمين يا ولاد؟ لو جه قال لنا ليه بيتركز زراعة البنجر في أوروبا أو في فرنسا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ليه؟ بسبب ملائمة ظروف المناخ والتربة الزراعية. طب أكبر الدول المنتجة لها في أفريقيا؟ مصر. في أفريقيا إيه؟ مصر. هنتكلم على محاصيل الألياف، القطن. أهمية القطن يا شباب، بينتج منه الخيوط التي تستخدم في صناعة أجود الملابس والمنسوجات، ومصدر هو لاستخراج زيت بذرة القطن. وبتستخدم البذرة ديت يا ولاد بتستخدم إيه؟ علف. يبقى أهمية القطن تاني، بننتج منه الخيوط التي تستخدم في أجود أنواع الملابس والمنسوجات، وهو مصدر لاستخراج زيت بذرة القطن والأعلاف. طب القطن ده محصول مداري بيزرع في آسيا، أولى القارات في إنتاج القطن آسيا، وبتنتج حوالي يا ولاد ثلثي الانتاج العالمي، واهم الدول الصين والهند. يبقى القطن اولى قارات اسيا، بتنتج ايه؟ ثلثي الانتاج، تلتين يعني يا ولاد، واهم دولها الصين والهند. تاني القارات امريكا الشماليه، تالت القارات امريكا الجنوبيه، رابع القارات افريقيا، ومن اهم دول افريقيا، اهم دول افريقيا يا ولاد مصر والسودان. ويعد القطن في مصر والسودان من اجود انواع القطن في العالم، لان معظمه يا ولاد ايه؟ من نوع طويل التيله. تمام كده يا شباب؟ نتكلم على آخر حاجة، محاصيل ذات طبيعة خاصة. محاصيل ليها طبيعة خاصة. هنتكلم على المطاط. المطاط الطبيعي ده يا ولاد بيتم استخراجه من عصارة أشجار استوائية
اهميه المطاط بتصنع منه اطارات السيارات وبيدخل في صناعات اخرى، كما تفسر اهميه المطاط الطبيعي بنصنع منه اطارات السيارات بيدخل في صناعات اخرى. اولى القارات قاره اسيا، واهم الدول دوله تايلاند، اولى دول العالم في انتاج المطاط تايلاند، لكن اولى القارات اسيا. طب تاني القارات قاره افريقيا. يبقى المطاط دوت بيتم استخراجه من عصاره اشجار ايه؟ استوائيه افريقيا. يبقى المطاط دوت بيتم استخراجه من عصاره اشجار ايه؟ استوائيه. اهميته بنصنع منه اطارات السيارات وصناعات اخرى. اولى القارات اسيا، تاني القارات افريقيا. طب اولى دول العالم دوله تايلاند. الشاي يا ولاد، الشاي ده اشجار دائمه الخضره، موطنه الاصلي شرق اسيا، موطنه الاصلي الشاي شرق اسيا. ظروف زراعه الشاي يا ولاد ايه؟ بيحتاج تربه خصبه خفيفه، مناخ حار، هواء رطب، مطر غزير. اهم الدول المنتجه للشاي الصين، اولى دول العالم انتاجا للشاي. وبكده نكون قد انتهينا من درس اليوم مع اطيب النيه القلبيه بالنجاح والتفوق، والى اللقاء. افريقيا، يبقى المطاط دوت بيتم استخراجه من عصاره اشجار ايه؟ استوائيه. الشاي ده اشجار دائمه الخضره، موطنه الاصلي شرق اسيا، موطنه الاصلي الشاي شرق اسيا. ظروف زراعه الشاي يا ولاد ايه؟ بيحتاج تربه خصبه خفيفه، مناخ حار، هواء رطب، مطر غزير. اهم الدول المنتجه للشاي الصين، اولى دول العالم انتاجا للشاي. وبكده نكون قد انتهينا من درس اليوم مع اطيب النيه القلبيه بالنجاح والتفوق، والى اللقاء. الشاي ده اشجار دائمه الخضره، موطنه الاصلي شرق اسيا، موطنه الاصلي الشاي شرق اسيا. ظروف زراعه الشاي يا ولاد ايه؟ بيحتاج تربه خصبه خفيفه، مناخ حار، هواء رطب، مطر غزير. اهم الدول المنتجه للشاي الصين، اولى دول العالم انتاجا للشاي. وبكده نكون قد انتهينا من درس اليوم مع اطيب النيه القلبيه بالنجاح والتفوق، والى اللقاء. افريقيا، يبقى المطاط دوت بيتم استخراجه من عصاره اشجار ايه؟ استوائيه. الشاي ده اشجار دائمه الخضره، موطنه الاصلي شرق اسيا، موطنه الاصلي الشاي شرق اسيا. ظروف زراعه الشاي يا ولاد ايه؟ بيحتاج تربه خصبه خفيفة، مناخ حار، هواء رطب، مطر غزير. أهم الدول المنتجة للشاي الصين، أولى دول العالم إنتاجا للشاي. وبكده نكون قد انتهينا من درس اليوم مع أطيب النية القلبية بالنجاح والتفوق، وإلى اللقاء.